عليكم، كيراكم حبايبي؟ لاباس الحمد لله. اليوم المطبخي جبت لكم هذه الفطائر بعجينة الفطير، يقولوا عليها فطائر الفطير الشرقي، فطائر جميلة. إلا بغيتوا تعرفوا كيفاش وصلت لهذه النتيجة الرائعة، ما عليكم غير تبعوا المقادير والخطوات، وإلى المطبخ إن شاء الله. مقادير هذه الوصفة هي كالتالي: نبدأ أولا بالعجينة. العجينة مكوناتها عندي 500 غرام تاع فرينة، رطل فرينة، عندي ملعقة كبيرة تاع سكر، وعندي ملعقة صغيرة تاع الملح، وعندي ماء شوية دافي، أي دافي ماشي سخون، دافي. ونبدأ أولا بالعجينة، نخلطه الفرينة مع السكر ومع الملح. بسم الله، خلطوا المواد الجافة. نبدأ بالفرينة، هي الأولى خطش تريح، عاد نروحوا للحشوات. إذا نخلطوا بهذا الشكل، نزيدوا الماء بالتدريج مع الخلط، تكون العجينة مشي قاصحة ومشي طرية مليحة. غادي نكمل نبلل ونوريكم العجينة اللي تحصلت عليها كيف تكون، ونمر للمرحلة الموالية. درت كاس تاع ما، مازال ما تلمتليش العجين، معناتها نزيد ندخل. هاني زدت نصف كأس وغادي نضيفه بالتدريج، هو الآخر. دايما في العجائن نضيفه الماء بالتدريج، والماء جبتها غير من السبالة، شوية دافي. ومكونات هذه العجينة بسيطة. هو في هذه العجينة شيء اللي قلنا، نعجنوها غاية ونخلوها تريح لمدة زمنية على الأقل ساعة، من نصف ساعة حتى ساعة، ساعة هي الأكثر. كيما هاك تحصلت على هذه العجينة، تخلي كاس ونصف، كاس ونص من الماء الدافئ قليلا. الآن نقعد ندير كيما هاك، كي تنفصل والإناء هذا يتنقى، نبدأ نعجن على طاولة العمل حتى نتحصل على عجينة ليس كيما هاك. الآن نقلعها من طاولة العمل نظيفة، ونبدأ في العجن العادي اللي نعرفه. اللي تبغي دير العجان دير العجان، أنا مبغيتش ندير العجان مراعاة للأخوات اللي ما عندهمش العجان، ماشي حاجة اللي تعرقل العمل. ونبدأ نعجن إلى أن أتحصل على عجينة ملساء، نوريها لكم إن شاء الله. والعجن يكون بهذا الشكل، منقطعوش العجين غير كيما هاك، غير بهذا الشكل. نقعدو نعجنو 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 حتى نتحصلو على عجينة سطحها أملس وتكون الملمس تاعها شبير غير هاك. وإلا عندك قلتلك العجان، استعملي العجان كي تكون عندكم كميات كبيرة. أنا درت كمية قليلة، تسميها الطرطق. كي تسميها الطرطق معناتها راسها العجن، بدات العجينة بدات تزيان. شوفوا دوك نزيد نعجن ونوريها لكم كيف يولي هذا أملس. عجنت العجينة، شوفوا السطح تاعها كي ولا أملس و صاي وجدتها. الآن الخطوة اللي نقوم بها كالتالي، ها هي، نديرو كيما هاك، ناخدو إناء ونديرو فيه هذا الشكل، نديرو في هذا الإناء كمية من الزيت أتروش، ونجيبو هذا العجينة نديرولها كيما هاك، نعاودو نقلبو ونخلوها ترتاح على الأقل من نصف ساعة إلى ساعة من الزمن، مادام تريح مادام تكون عندنا النتيجة جيدة. ونعود إن شاء الله ونشوفوا شنو غادي نديروا بهذه العجينه ان شاء الله. خليت العجينه ريحت ساعه من الزمن. الان الخطوه الثانيه نديروا كالتالي، ناخذ
اناء ولا صينيه ولا ندهنوها بالزيت بهذا الشكل. بسم الله. وناخذ العجين هذا ونديروا له كيما نديروا الحبات تاع الرقاق وتاع المحاجب بهذا الشكل. الحجم هذا يتوقف عليكي، تبغي تكبري كبري الحبه، تبغي ديريهم صغار صغريهم، كل واحد وكيفاش يبغي. انا اللي بغيت نديرهم بهذا الحجم كيما هاك، ونجي ونحطهم في مع الاستعانه بقليل من الزيت بهذا الشكل. بهذا الشكل نواصل العمل ونخليهم يريحوا ونروحوا نحضروا ان شاء الله الحشوه. نواصلوا العمل بهذا الشكل باستعمال قليل من الزيت، نستعينوا بالزيت كيما هكا. ولت ملساء، شوفوا كي ولت تغوي. كيما هاك، كاين اللي يبغوا يكبروا الحبه، كاين اللي يبغوا يصغروا الفطيره هذه تجي صغيره. هي نوع من انواع الفطائر، الحشوه تاعها تشبه حشوه البيتزا. الفرق بيناتهم ان هذه الحشوه تاع هذا الفطائر تكون جافه، ما نديروش فيها حاجة سائلة كيما يصوص طومات كيما، لا نديرو كلش مواد جافة. كملت الحبات في رطل، جاوني سبعة الحمد لله. تبغي تكبري يجيك العدد أقل والحجم كبير كيما هاك. كملنا العدد، الآن نجو بهذا الشكل نخلو حبات هكا، ندهنوا السطح تاعهم بقليل من الزيت كيما هاك، ونجو بهذا الشكل ونجو نغطوهم بالبلاستيك ولا الساشي ولا كيما بغيتو هكذا باش ما يدخلهمش الهواء. نغطوهم غايه ونزيدو نغطوهم بان تورشون ونخلوهم الى ما نوجدوا الحشوه ان شاء الله. مكونات الحشوه كالتالي: عندنا صدر الدجاج مقطع الى قطع صغيره، عندنا طون الويل تاع الزيت، عندنا فلفله انا نشويتها، اللي ما يبغيهاش مشويه يديرها يقطعها رقيقه ويخدم بها. عندي فلفله حمراء مصبرتها، عندنا طماطم مقطعه رقيقه قلعت لها القشره تاعها وغادي نصفيها من الماء، هذا الماء كاع نصفيه منه الا ما يكونش كاين الماء. وعندنا الاجبان المختلفه، اي نوع من الاجبان مختلفه كما بغيتي، مونزاريلا شيدر كما بغيتي. عندنا شويه من الفلفل الحار الشطه، هذه نوع من الفلفل الحار الشطه. عندنا شويه تاع ياغورت ناتور. اما بالنسبه للتوابل، عندنا الدجاج غادي نتبله، نديه فوق النار ونتبل، قبل ما نديه فوق النار نتبله. توابل تاع الدجاج هذه شتا هي؟ عندنا توابل الدجاج نشروها واجده، فلفل احمر حلو، عندنا بصل بودره، قليل من الكركم، ثوم بودره، وسكنجبير. من كل حيه ندير على حسب الكميه تاع الدجاج اللي عندي. هذه المارينا هذه بالنسبه للدجاج. الدجاج هذا اش غادي ندير له؟ غادي ناخذ كميه من ياغورت ناتور، ناخذ كميه من الياغورت ناتور كيما هاك على حساب كميه الدجاج. انا عندي الدجاج كميه هذه، ونزيد التوابل اللي ذكرتها. عندي نحط قليل من الملح، ما نكترش خطش عندي بزاف الاجبان. عندي فلفل اسود، وعندي كميه من الفلفل الاحمر، توابل الدجاج، سكنجبير،
توم بودرة، كركم، قليل من الكركم، كركم مفيد، البصل بودرة، والفلفل الأحمر. هادو بالنسبة لتوابل الدجاج. ونجو ونخلطو كيما هاك، ونخلوها نزيدو نزيدو كمية من الخل الأبيض، الخل الأبيض باش الطهي يكون تاعهم جيد. كمية من الخل الأبيض نخلط جيدا، ونزيد معاهم كمية من الزيت، نخليهم لعدة ساعات. ومن الأحسن تديروا هذه التتبيلة وتبيتوا الدجاج هذا، خليط الدجاج هذا في الثلاجة ليلة كاملة، يعطي طعم أكثر، يكون أحسن بهذا الشكل. ونخليه على جنب لعدة ساعات، ثم نروحه في المقلاة ونشوحه عادي، سخن زيت ونحطه يسخن يتشوح بشكل عادي. هذا فيما يخص الدجاج. الطونة تاع الزيت، الناس اللي تبغي تدير الكفتة تحمر الكفتة فوق النار ودير لها التوابل تاعها وتكون حشوة. صافا، هيا الان نروحو نشوح الدجاج، نخليه يريح ومن بعد نشوحه، ونتلاقاو ان شاء الله بعد تصفية الماء من الطماطم، ونوجدوا الحشوات باش نديروا الخطوات التالية. في التزيين الأخير عندكم الخيار، تقدروا ديروا كاتشب وتزيدوا معه المايونيز، بالإضافة إلى الزيتون الأخضر، الزيتون الأسود. أنا غادي نستعمل الزيتون الأسود فقط. عندك الخيار ديري الأخضر مع الأسود ولا أي نوع من الزيتون. فهي حشوة تشبه حشوات البيتزا، هي نوع من أنواع، هي فطائر محشية بحشوة مذاقها مذاق البيتزا. حطيت فوق النار إناء راه يسخن، نزيد فيه كمية من الزيت بهذا الشكل، مباشرة نجرب يسخن، نحط الدجاج اللي تبلناه مباشرة. بسم الله، ما نحركوش، غير نفرغ شوية نخليه يسخن شوية، داك الوقت نقلبه باش ما يتلبليش الماء تاعو بهذا الشكل. وسوف نعود. الدجاج دخل في طياب، زدت له كمية من الفطر المعلب مقطعته رقيق، من الأحسن ديروا الفطر الطازج. نخلي الحشوة تتقلى غاية وتجف كاع من المياه اللي فيها، وبعد ذلك نزيد نقطع هذا قطع الدجاج إلى قطع صغيرة جدا، نخلي الحشوة تبرد ونلتقي إن شاء الله. خليت الحشوة في النار تقلى، سوائل جفت قاش سوائل، الآن نطفي عليها ونخليها تبرد. الحشوات وجدتها، الدجاج برد وقطعته رقيق هو والشامبينيون. الآن الخطوة الموالية، ناخذ سنيوة، هذه السنيوة اللي ندهنها بشوية زيت، ندهنها بالزيت بهذا الشكل ونخليها على جنب. ونروحوا الآن إلى الخطوة الموالية. قبل ما نروحوا الخطوة الموالية، الفرن اللي يشعل يكون يشعل من التحت ومن الفوق، والحرارة تاعها تكون مرتفعة، لأن هذه الفطائر ما تقعدش في الفرن إلا واحد 8 دقائق 7 دقائق، مادام تطول مادام تنشف. ومن الأحسن نستعملوا فرن السعادة، نشعلوه من أسفل ومن الأعلى، من الأعلى تكون حرارته أقل. الآن نروحوا إلى طريقة عمل هذه الفطائر. دهنوا سطح العمل بالزيت كما هاك، كمية قليلة من الزيت، نحط العجين
يليق نحطه بشكل نحله على شكل مستطيل كما هاك. نقدو نستعينو بالدلاك بهذا الشكل بهذه الطريقه. بسم الله، مادام تريح مادام الخدمه تجي ساهله كما هاك. ونجو هنا ونبدو نحلو كما هاك، يليق نهوو العجين، وانا نحل وانا نهوي ندير هاك نهويها باش الفطيره تجينا شابه. ونحل كيما هاك، ويلاق تكون ترونسبارونت بهذا الشكل. شوفوا كي بدات الشكل تاع الرخامه تبان، وفي نفس الوقت هاكي تهويه ديري كيما هاك، ديرو كيما هاك هووها بهذا الشكل. ونرقو هاد الحواف ما تجيناش قاصحه، تجيناش معجنه بيتو. هاني رققت العجينه، مدتش مني دقيقه، هي كلش في العجن وفي كي تريحيها. هاني خدمت العجينه كيما راكم تشوفوا، نجي بعد ذلك نكيل بصبعي، ندير كيما هاك الصباع هنا وندير خط هنا، نعاود ندير هاك وندير خط، ندير هاك وندير خط، ما نوصلش للمركز. نفس الخطوط هذا ندير المجاور تاعها، ها الاولى وها الزوجه وها هي الثالثه. بعد ذلك نجيب الحشوات اللي وجدتها، غادي ندير لكم حشوه تاع الدجاج، نحطها هنايا في هذا المكان، نزيد معاها اي 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 الحشوه اللي راكي بغيتها انتيا، شويه طماطم، شويه فلفل، فلفل الاحمر اللي مرقديناه، ونزيدو الاجبان. هذه اختياريه، الاجبان هي الحلاوه تاعها كي تكثري الاجبان تاعك، موزاريلا والمكونات الاخرى. نزيد فرماج بورسيون الكميه كيما بغيتي كاش مشكل. نزيد فرماج بلون بهذا الشكل، نديرو الخطوه المواليه. الخطوه المواليه كي دايره، ندهن شويه بالزيت ونجيب هذا ندير له كيما هاك وندير هاك، نعاود نجيب هذه ندير لها هاك نسرح، نعاود كيما هاك ندير شويه زيت نديرو هاك، نجيبو دي نديرو هاك، نعاود نجيبو هذه نديرو هاك شويه زيت، غير شويه غير يدك، هذه نقلبها نعاود نجي ندير هاك شويه زيت غير يدك، غير هاك غير يدك مدهونه. نعاود نجي ندير كيما هاك، وصلنا الى المرحله التاليه كاع ها هي. نعاود نجي ندير كيما هاك، نلفها الى الاسفل، نعاود نجي ونلفها الى الاسفل. هي المهم ما تكونش العجينه هذه زياده، هذه الغليظه، وتكون بالتدريج. شوفوا كي راهي منفوخه معناتها العمل صحيح. نعاود لكم واحده اخرى بالطونه ونشوفوا كذلك كيفيه العمل. فردت العجينه الثانيه نفس الخطوات نفس القصه، ندير صبعي هاك ونكيل ثلاثه، وعلى حساب طول كل وحده نقابلها باختها، كل وحده ندير لها المقابل لها، كل وحده ندير المقابل لها. الان نجيب حشوه الطونه بالزيت وندير هنا وندير نفس المكونات كما بغيتهم، كاش الحشوه كما بغيتهم، كل حاجه نديرو شويه شويه كل حاجه. وادواق تبغي ديري كفته، تبغي ديري سوسيس، اي 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 حاجه. المهم الحشوات هذه اللي ديريها تكون جافه، ما تكونش فيها الماء. نزيدو نديرو فرماج ساندويتش، وديرو المونزاريلا وديرو بهذا الشكل، ونجو بسم الله
نحشو كيما هاك، حطو اول هكا، نديرو الزيت، نجيبو هذه نلفوها هاك شويه زيت، نديرو فوقها الثانيه بهذا الشكل، نعاود نجيبها نلفها، نعاود ندير شويه زيت وهي ماشيه كيما هاك. مكتروش الزيت والزياده هادو، نقلعوهم خلوهم باش ما تجيناش معجن. نعاود نديرو كيما هاك، نديرو هاك، نعاود نجي ندير كيما هاك نفس العمليه اللي درتها في الاولى. ندور كيما هاك ونلفو العجينه المتبقيه. المهم ما يكونش عندكم زياده في العجينه هذه تنقلع. وانا تحصلت على فطيره نخليها تريح. اذا خدمت مجموعه من الفطائر ها هي، نخليهم يريحوا، نروح نشعل الكوشه، بعد ذلك نشوفوا الخطوه الاخيره في هذه الفطائر. الفطائر ريحت، ناخذ الفطائر اللي درتها الاولى وريحت لي بهذا الشكل كما هاك، ونجي ونحطها في صينية الخبز كما هاك. ندهن شوية يدي بالزيت ونبدأ نفرد غير بالعقل، ما نديرهم شرقاق وما نديرهم شغلات، يكونوا ملاح في السمك تاعهم بهذا الشكل. نزيد الزوجة كما هاك. الفرن شعلته من فوق ومن تحت، غادي نطيبهم في فرن السعادة كيما هاك. الصينية هذه ترفد لي ثلاثة، ندير ثلاثة بسم الله. ها هي الثالثة. كي تشوفوا هاد البوليطات عرفوا باللي العجينة راكو خدمتها نيشان. نزيد نخليها تريح ونفوتو للمرحلة الموالية. جيت الفطائر ريحولي غير واحد الخمس دقايق. الآن قبل ما ندخلهم للفرن ندير الخطوة هذه، نجيب الأجبان ونديرها من الفوق بهذا الشكل كما هاك. اللي يقول بيتزا، بصح فطائر محشية بمظهر البيتزا، تبان بيتزا بصح هي فطائر بعجينة الفطير. نديرو فوقها شوية طماطم بهذا الشكل، شوية زيتون، ونديها للفرن من الأسفل والأعلى، نشوفو إن شاء الله النتيجة النتائج النهائية كيما هاك، باش تعطينا ألوان جميلة. تبغوا ديرو فلفلة خضرا حتى هي تجي شابة كيما هاك. ونروح بها إلى الفرن ونشوفو النتيجة إن شاء الله. دخلت الفطائر في الفرن، شوفو كاهي تنتفخ ما شاء الله، شوفو شوفو الانتفاخ. نخليها تنضج واحد ما تفوتش 8 دقائق ونوريها لكم ان شاء الله. دخلت هذه الفطائر الى الفرن، تحصلت على هذه النتائج الرائعه. الفطيرتان التاليين درت فيهم كذلك الحشوه من الخارج، من الخارج. الفطائر هذه جميله جدا، هشه، كي نقطعوها شوفوا وتجي مورقة ورائعة، رائعة، شوفوا رائعة جدا. ورائحة البيتزا، تبغوا تزينوها من الخارج بصوص تاع المايونيز، نزينوها بهذه الطريقة، ونزيدوا معها صوص تاع الكاتشب. ونتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال إعجاب العائلة. وما تنساوش دعموا للقناة باش يوصلكم كل جديد من مطبخي. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.